هذا التاريخ الذي يخلده هذا الساري ربما لم يعد مهما في نظر البعض، فجمهورية العراق لن تحتفل بعد اليوم بذكرى تأسيس الجمهورية. كيف ذلك؟ دعونا بداية نذهب إلى الدستور العراقي، فأول كلمتين كتبتا فيه جمهورية العراق التي تأسست في 14 من تموز عام 1958. ورغم توالي الانقلابات العسكرية والثورات بعد هذا التاريخ، لكنه بقي إلى اليوم عطلة للمناسبة الرسمية، إلا أن المشرع العراقي وهو البرلمان يبدو أن له رأياً آخر، إذ اعتبر هذا اليوم عادياً وليس عطلة رسمية. والغريب في الأمر أن الأحزاب التي أقرت هذا الأمر هي نفسها التي كتبت الدستور وأقرت أن العراق جمهورية. أما من اعترض على هذا الأمر فهي الأحزاب اليسارية فقط التي تعتبر أصلاً خارج البرلمان وخارج الحكومة. والسؤال هنا، كيف سيكون موقف المسؤولين الحكوميين من هذا القرار؟ وكيف سيكون ردهم إن بعثت الدول الأخرى برقية تهنئة بمناسبة تأسيس الجمهورية؟ هل سيقولون شكراً لكننا لن نحتفل بعد الآن بذكرى تأسيس جمهوريتنا؟ شاركونا بآرائكم.